قال حسين يحيى لاعب دولي ونجم شباب بلوزاد السابق على أنه يعاني التهميش وعدم الاعتراف من مسؤولي الشباب وحتى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مؤكدا رغبته في منح تجربته للجيل الصاعد خاصة وأنه يملك كل المقومات لذلك. شفت بلادي في 4 كؤوس إفريقية، زوج كؤوس عالمية. أنا ما نيش نحوش على 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 منصب، ولكن لازم تكون une reconnaissance de la part des responsables soit au niveau du CRB soit au niveau des équipes nationales أننا خسارة تجربة اللي ربي عطاها لنا سخرانا. أنني لعبت في الفريق الوطني، لعبت في فريق شباب بلوزداد، عندي كل الشهادات للتدريب. الحاجة اللي راهي غايت لي مانيش نطلب في منصب، أنا غايت لي أن هذه التجربة تروح خسارة. من حقنا كما دفعت على ألوان بلوزداد، كما دفعت على الألوان الوطنية، تمنيت أن نزيد نضحي ونمد الوطن تاعي هذه التجربة اللي سخرها ربي.